لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الشمال السوري مستشار الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا الدكتور أنور المشرف. أهلا بك دكتور أنور على شاشة اليوم. بداية، وكأنما بيانكم الأخير يعني يحمل رسائل موجهة بشكل خاص ومباشر للجانب الروسي، دعني أسأل بداية عن نقطة استمرار الانتهاكات التي يقوم بها العدو التركي والفصائل التابعة له رغم سريان وقف إطلاق النار في مناطق شمال شرق سوريا. ما هي المطالب التي تقدمتم بها للضامن الروسي في هذا الإطار كي يضمن وقف إطلاق النار فعليا؟ مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين. يوجد مشكلة في الصوت، لم أسمع السؤال بشكل جيد. إذا كان هناك حاجة لإعادة السؤال سأسألك بداية عن عملية وقف إطلاق النار، يعني هي لا زالت حبر على ورق، لا نرى أي التزام من الجانب التركي بها. ماذا طالبتم الروس لتقديم ضمانات أو الضغط على الطرف الآخر لتفعيل هذا الاتفاق على أرض الواقع؟ طبعا وقف اطلاق النار او اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم بين روسيا وتركيا في الشمال الشرق السوري، هذا الاتفاق التزمت به قوات سوريا الديمقراطيه بكافه الامور المطلوبه منها من حيث اعاده انتشارها ودخول الجيش السوري او حرس الحدود الى الشريط الحدودي والسماح بمرور دوريات روسيه تركيه في هذه المنطقه. اذا قوات سوريا الديمقراطيه قامت بكل ما هو مطلوب منها بموجب هذا الاتفاق، إلا أن العدوان وميليشياته المرتزقة من عناصر داعش والنصرة لم تلتزم بهذا الاتفاق، ولا زالت حتى يعني الآن مستمرة بخرقه وارتكاب جرائم في شمال وشرق سوريا رغم قيام قوات سوريا الديمقراطية بما هو مطلوب منها. وهذا الأمر يتوجه به للجانب الروسي، كوننا يعني روسيا هي التي يعني قدمت نفسها كضامن لهذا الاتفاق، والرئيس الروسي قدم نفسه انه ضامن لاتفاق وقف اطلاق النار، في حين شهدنا ان يوم امس وما جرى قبله من اعتداء على بلده عين عيسى كيف انه لم يكن هناك لاي تواجد يذكر للدوريات الروسيه في هذه المنطقه، رغم ان بلده عين عيسى تبعد عن الحدود اكثر من 35 كيلومتر وهي المنطقه الامنه المزعومه التي تتذرع بها تركيا. وحول الحوار السوري دكتور أنور لو سمحت لي، يعني عندما طلبتم روسيا أيضا في هذا البيان بلعب دور أكبر فاعلية في هذا الإطار، ما الذي نفهمه من هذه الجزئية؟ مقصود أن السلطة في دمشق إلى الآن لم ترد على كافة البيانات التي اعترضتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأنها جاهزة للحوار ومستعدة له. متى طلبت دمشق هذا الأمر بشكل يعني واضح ووجهت دعوة مباشرة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية للتفاوض؟ إلى الآن السلطة السورية بدمشق نرى أنها غير جادة للحوار، ويعني وهذا يعني يتضح لنا من خلال عدم يعني رغبتها بذلك او عدم توجيه دعوه رسميه لقوات سوريا الديمقراطيه والاداره الذاتيه، واكتفائها باصدار بيانات او يعني للافراد القاطنين في شمال وشرق سوريا بتسويه اوضاعهم، كما يعني يتم تسويه اوضاع الارهابيين والمجرمين، في حين ان يعني هذا الاسلوب لا يخدم ابدا الحل السياسي بل يزيد من تعقيد الازمه السوريه. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على وفي المعلومات التي أفدتنا بها مستشار الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا الدكتور أنور المشرف، حدثنا من الشمال السوري.